مساء الخير، اليوم هوري لكم أفكار مختلفة من المطابخ. سنة 2021 في ألوان وأفكار مختلفة تماما عن الأفكار اللي فاتت. هنا اللون اللي هو الشري الفاتح الخشبي، هنا اللون البيجات، طبعا كل ده ألومنيوم أو خشبي. المطبخ داخل فيه لونين، الباك جراوند ابيض وخشبي. انا برضو اللون الشري مع الجري هات والابيضات، اللون الشري طالع موضه السنه دي جدا مع الجري هات الشري الفاتح. برضو هنا الشري الفاتح طالع موضه، شكله جميل جدا وشيك جدا، ديزاين تاني مودرن. طبعا المطبخ برضو مساحته ممكن تكون 3×3. نفس الحكاية شريط درجة مختلفة تانية، تقسيمات مختلفة. مش شرط ان توصل المطبخ العلبة العلوية ان هي توصل لفوق خالص، يعني مش شرط، حسب مساحة المطبخ والشيء المطلوب. هنا فوق البوتاجاز محطوط اللي هو الشفاط، برضو هنا شريط درجة مختلفة، الشري طبعا موضة السنة دي، والأجزاء بتاعت الفرن والميكروويف كله محطوط داخل علبة باينة جدا. برضو الشري هنا بدرجة تانية مختلف، هنا الشري برضو بطريقة مودرن، الديزاين اللي فات كان بطريقة كلاسيكية. هنا المطبخ مساحته 6×3، ده جزء من المطبخ كده برضو من الجنب على الطريقة اللي هي الكلاسيكية شوية فتحة، الشري فاتح، هنا مودرن، الشري مودرن، ديزاين مودرن،